كمان يا فندم عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو المشروعات يمكن الصغيره والمتوسطه اللي ليها دور مهم جدا في دعم وتنميه الاقتصاد وتوفير فرص عمل وزياده الانتاج. عشان كده ملف المشروعات الصغيره والمتوسطه بيعتبر من اولويات الحوار الوطني، ويمكن هيكلمنا عنها دلوقتي عبر الهاتف معنا المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بركه باشمهندس علاء. وربما الصناعات الصغيره المتوسطه بتستحوذ بشكل كبير جدا على اهتمام الحكومه المصريه، ليها عدد كبير من التسهيلات، انشات ليها عدد كبير من الاجهزه التنفيذيه لتمويلها ولدعمها. شفنا في وزاره التضامن في نوع من الاشكال، شفنا لوزاره الاستثمار نوع من الاشكال، شفنا في اكثر من وزاره برامج كتيره للتمويل وخلافه. تفتكر ممكن نطور ده ازاي في الحوار الوطني؟ صباح الخير اولا، وصباح الخير على استاذنا ضيفنا ضيف حضرتك الكريم اللي هو استفاض وقال تقريبا طبعا مواجع الصناعه بصفه عامه. بس زي ما حضرتك في البدايه تفضلت قلت ان وزاره كذا شغاله والهيئه واكس وواي، هي دي المشكله اللي موجوده. لما اطراف كثيره بتشتغل فكل واحد بيبقى ليه استراتيجيه وله دي طريقه شغل. طالما ما فيش استراتيجيه موحده وواضحه المعالم الكل بيتحرك باتجاهها. بيحصل ازمه. مش لازم حضرتك لما تكوني رايحه مسافره اسكندريه وليكن تاخدي نفس الطريق اللي انا اخده، انت عايز تروح اسكندريه وانا عايز اروح اسكندريه، بس كل واحد هنا ممكن يروح من طريق. انما لما نتفق يبقى كلنا هنمشي طريق واحد. فاحنا وجهه نظرنا دائما عدم وجود استراتيجيه موحده ملزمه للجميع. ويمكن ده سبب وجود الحوار الوطني يا فندم، انه يبقى فيه بالزبط مخرجات بالزبط منه، منها انه تقولوا محتاجين ايه وشايفين ايه، وانتوا رجال الصناعه فانتوا اكتر ناس هتعرفوا تقولوا احنا والله ناقصنا كذا، والحكومه بدورها ستصغي لهذا الحوار. اللي احنا بنتكلم فيه بقى هنا، هل النهارده شايفين ان المشروعات الصغيره والمتوسطه من ضمن اولويات الحوار الوطني المحور الاقتصادي بالتحديد؟ اكيد طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه في اي دوله على مستوى العالم هي اللي بتمثل النسبه العظمى في اجمالي المشروعات الموجوده في البلد. وهي دي هو، بس عشان نرجع بس خطوه ورا كده، يعني ايه مشروع صغير ومتوسط؟ هو مشروع الصناعات المغذيه للصناعات الكبيره، ده جزء طبعا الفيدنج اندستري كصناعه مغذيه، وجزء اند برودكت ممكن يبقى منتج نهائي. بس الكونسبت بتاع المشروع الصغير والمتوسط ايه؟ مشروع سريع وبسيط وسهل تعلمه نسبيا طبعا. يعني في مشاريع لو انا داخل مثلا في مشروع رمل السيليكون مثلا، مشروع ممكن ياخد 5 سنين، لو داخل في مشروع حديد وصلب ياخد، انما المشروع الصغير معروف ان هو في خلال سنه سنتين بيبدا ينتج، محتاج فلوس مش كتير. فاذا هو ده الحكمه من وجوده، هو وسمي كده عشان كده. صحيح صحيح. طيب النهارده هل احنا عندنا توجه واضح احنا عايزين نخش في ايه؟ هل عايزين نخش الصناعات المغذيه زي ما حضرتك تفضلت؟ ده اتجاه. طيب الصناعه المغذيه بتاعت ايه؟ هل محتاجين الاجهزه المنزليه مثلا؟ هو بالتاكيد، هو بالتاكيد الدوله المصريه لما عملت الحوار هي محتاجه تسمع. طيب احنا لو الحوار الوطني يا فندم يعني بينتج عنه مدخلات ومخرجات، المدخلات هي اقتراحات حضراتكم والمخرجات هي تنفيذ من الحكومه وتشريعات في البرلمان. حضرتك تطالب بايه حتى يكون هناك تنفيذ من الحكومه او يعني اجراءات تنفيذيه من الحكومه وتشريعات صادره من البرلمان فيما يتعلق بملف الصناعات الصغيرة المتوسطة؟ وجود جهة واحدة تملك الصلاحيات الكاملة لإدارة هذا الملف. تمام. ما ينفعش النهاردة إن يبقى في أكتر من جهة وكل جهة عندها جزء من الصلاحيات. فالنتيجة إن ما بيحصلش توافق. يعني زي ما حضرتك تفضلت نقطة مهمة دي. واحد عندنا اتنين إيه تاني؟ وجود استراتيجية واضحة. أنت عايز إيه؟ عايز تعمل تصنيع منتجات منتج نهائي زي اللي اتكلمنا فيها قبل كده اكتر من مره، الحاجات الخفيفه اللي بنستوردها، ولا عايز تخش في صناعه سيارات مثلا وتبدا تعمل مدخلات ليها، ولا عايز تخش في صناعه كذا؟ يبقى في رؤيه مستمره. نمره ثلاثه وجود قواعد طويله الامد. يعني لما تيجي تحط قواعد لاي موضوع
ما تحطش قاعده النهارده وتيجي تغيرها بكره وتيجي تغيرها بعده. طبعا انا مش هتكلم بقى على قضيه توافر الدولار لان خلاص يعني. طيب انا عايز اتكلم معاك عن يمكن الحكومه وفرت للمشروعات الصغيره تمويل. انتوا شايفين ده ازاي؟ ايه اللي احنا يعني هل ده كان كفايه؟ عايزين تاني ايه؟ فعايزه اعرف. لا اهم حضرتك من التمويل المعلومه. يعني حضرتك النهارده لما تيجي تقول انا عايز اعمل مشروع صغير واجي اقول لك خدي بالك مثلا شماعه، انا بديك مثال طبعا يعني مصر بتستورد مليون شماعه في السنه والشماعات دي بيشتريها فلان وتكلفتها كذا وبتتعمل بالطريقه دي وممكن تعمليها في السنه. اديتك ملف كامل تقدر تشتغلي معلومه قبل ما تيجي الفلوس. في ظل عدم وجود معلومه انت ما تعرفيش احنا بنستورد ايه ومنين وبكام وازاي يتعمل. احنا بنتكلم بقى في ما هو عشان الدوله توفر تمويل كانت محتاجه معلومات عشان هي هتدي الفلوس دي على اساس ايه؟ التسهيلات والتمويلات اللي كانت بتديها الدوله كانت بناء على المعلومات. عندها. ما هو انا علاء عايز اعمل مشروع صغير النهارده، جاي النهارده عايز اعمل مشروع صغير. اعمل العجله بتاعت الثلاجه ولا اعمل الفريم بتاع الثلاجه ولا اعمل فانوس العربيه ولا اعمل، انا اعرف منين التوجه اللي هعمله حوافز؟ ما انا لو جيت قلت النهارده هيبقى في توجه في صناعه مغذيه لانتاج شيء معين انا عايز الدوله بعد 10 سنين تبقى متفرده فيه هبدا اديله حوافز بقى، دي قصه ثانيه. انما بحدد الاتجاه وابدا اشتغل على هذا الاتجاه. اقول له والله انت لو جيت اشتغلت في الحته دي انا هعمل لك حوافز ضريبيه، هعمل لك حوافز ايا كانت ايه هي يعني. هسهل لك الاجراءات، هعمل اي حاجه. اللي عايز يشتغل في حاجه ثانيه خلاص يشتغل طبعا. انما الحته دي انا كدوله مهتميه بالموضوع ده، مهتميه بمثلا الخلايا الشمسيه مثلا. والله قررت ان اخش في الطاقه النظيفه بعمق. طب ده محتاج ايه؟ لا ده محتاج صناعات صغيره متوسطه كم كذا كذا، يبقى هتبدا ادعم الاتجاه ده. فاذا النهارده وجود توجيه من الذي يملك المعلومه والذي يملك الاستراتيجيه انت عايز ايه كمان 10 سنين. زي بالظبط ما المغرب عملت. المغرب النهارده انتجت اكثر من مليون عربيه وبدات تفكر انها تعمل براند ليها. صحيح. هل الكلام ده جه في يوم وليله؟ لا. صحيح. ده جه شغل 10 سنين لحد ما بقى عندهم فعلا صناعات مغذيه للسيارات واصبحت. صحيح. طيب باشمهندس علاء، باشمهندس علاء خليك معانا. يعني الدكتور بهاء ديمتري مقرر لجنه الصناعه في الحوار الوطني ربما ايضا يكون عنده اولا قبل ما ربما يكون عنده ايضا يعني تعليق على هذا الامر فيما يتعلق بالصناعات الصغيره والمتوسطه. والمهندس علاء معانا ما زال على الهاتف. يا دكتور بهاء، ما هي اهم الازمات التي تواجه الصناعات المغذيه لملف الصناعه الوطنيه؟ صناعات صغيره ومتوسطه صناعات مهمه جدا، محتاجين ايه حضراتكم كقرارات تطلع من الحكومه لدعم هذه الصناعات الصغيره وتشريعات تطلع من البرلمان لدعمها ايضا من اجل تطوير الصناعه بشكل عام؟ طبعا الاجراءات اللي تواجهها اللي تؤديها الحكومه ياتي على قمتها في الوقت الحالي هو توفير العمله الصعبه للاستيراد. المشروعات الصغيره والمتوسطه احتياجاتهم قليله، ما ينفعش احطهم في الطابور مع الشركات الكبيره، فلا بد من انشاء تكتلات او مجموعات روابط اتحادات زي الاتحاد اللي بيشرف ان مصر علاء ماسكه، متوفر ليهم اتاحه المواد الخام والمكونات. يا استاذ مصطفى، بدايه اي حاجه ان يكون عندي الماده الخام بتاعتها، ياتي نمره اتنين زي ما قال المهندس علاء، ودي موضوع مهم جدا ومش في الصناعه بس توحيد ولا في الصغيره والمتوسطه بس، توافر المعلومات. في حاجه اسمها قانون تداول المعلومات احنا منتظرين صدوره بقاله 10 12 سنه. احنا انا بعمل في احدى الشركات الصناعيه الكبيره قوي في مصر، لما بعوز رقم عن مثلا حجم صادرات مصر في المنتج الفلاني دوت من الدوله الفلانيه ما اعرفش اوصله برغم كل علاقات وبرغم كل الجهات أصدقاء. المتحدثه باسم المشروعات الصغيره المتوسطه، هو ده اللي كنا بنتكلم فيه. ده مطلب مهم برضه كنا بنتكلم فيه في اللينك الاولاني، ان الشباك الواحد ده هو يعني عنوان لكن عمليا مش حاصل. يعني انا الشباك اللي انا افهمه بقى، انا كمواطن عادي بسيط وعايز اعمل مشروع صغير متوسط كبير اي حاجه، الشباك الواحد ده انا هروح اقدم له الطلب، مستنداتي، سجل تجاري وكده،
وهعدي عليه كمان اسبوع اخد الرخصه. ده اللي انا فاهمه. لا في بعض الدول مش حاصل بقى. في بعض الدول على فكره بيحصل في نفس اليوم ده انت وبعديها ب 24 ساعه. وعايز اقول ان في بعض الدول الافريقيه كمان ساعتين. ده بقى انت تاخد تروح الدفاع المدني، تروح الاثار، وتروح جهاز المدينه، وتروح المحافظه. معقوله حتى هذه اللحظه لم نمر من هذا؟ يعني افتكر تصريحات كانت مباشره جدا الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار من كام سنه. يعني معقوله حتى هذه اللحظه الملف ده لم يتم الحلحله فيه؟ انا هستشهد بحاجه واحده بس، كلمه فخامه السيد الرئيس في الجلسه الختاميه للاحتفال، تفتكر يا علاء بيه، الاحتفال بمرور 100 سنه على تاسيس اتحاد الصناعات، لما خاطب الموظفين وقال لهم لو سمحتوا يا جماعه اشتغلوا معانا شويه. حضرتك فاكر الجمله دي؟ ايوه اكيد. السيد الرئيس نفسه ثم تقدم دوله رئيس الوزراء وقال يا جماعه اللي عنده مشكله يجي لي انا شخصيا. طب هو ده الحل يا جماعه؟ يعني انا مثلا اقدر اوصل المهندس علاء، يمكن يوصل للمهندس مصطفى مدبولي. طب المواطن العادي اللي بيعمل زي ما قال، عايز يعمل مشروع شماعات زي ما قال المهندس علاء ده، يروح لرئيس الوزراء عشان يخلص له ورقه؟ ما ينفعش. دكتور بهاء، اتكلمنا عن تحدياتنا، فرصنا فين في كل يعني نفق في حاجه منوره في الاخر. فالنهارده انا هقدر اشوف التحديات دي حلولها ازاي، فرصنا فين، ازاي النهارده احل. حضرتك اتكلمت عن يمكن ازمه العمله الصعبه، ازاي اجذب مستثمر اجنبي يجي يستثمر عندي؟ بالتاكيد اكيد في فرص. بالتاكيد مصر فرصتها عاليه جدا. احنا في الصناعه ما بنبتديش من الصفر. احنا عندنا مؤسسات صناعيه من بقالها اكتر من 50 سنه بتنتج في مصر. جميع الشركات العالميه جايه مصر، انا مش عايز اقول اسماء علشان سواء كانت موجوده واللي دلوقتي بتجهز وجايه. يعني اكبر شركه المانيه في الاجهزه الكهربائيه بتبني دلوقتي مصنعها في مصر على حاجه بتاعه 900,000 متر. صحيح صحيح. طب انا عايز اعود مره اخرى للمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره المتوسطه. باشمهندس علاء، اكيد حضرتك سمعتنا وسمعت التوصيات او الطلبات اللي قالها الدكتور بهاء في صريحكم انتم كممثلين للمشروعات الصغيره المتوسطه، تعقيبك وطلباتك تحديدا من الحوار الوطني في نقاط محدده ارجوك، عشان بس لا نسهب في نقطه ولا ما تاخدش النقطه دي يعني حق النقاط الاخرى. اتفضل. حاضر. طبعا الدكتور بهاء قاله ده احنا مقرينه 100% كطلبات وكده، بس حضرتك في الاخر قلت ايه فرص مصر في الاستثمار، او يعني طبعا عشان ما يبقاش الكلام كله ماشي في سكه ان احنا في مشاكل. طبعا في مشاكل ما فيهاش كلام، وبنقعد عشان نحلها. انما واقع الامر انت عندك بلد فيها ديماند، فيها طلب فوق ال 100 مليون، بلد المفروض ان منطقيا ان هي النافذه بتاعت افريقيا، بلد الطاقه فيها ما زالت من ارخص دول العالم، العماله في عماله قد تكون محتاجه تدريب وده سهل. يعني اذا انت عندك مقاومات حقيقه الامر. ويمكن استغلالها بصوره، احنا عشان بنحب البلد سواء طبعا انا او الدكتور ديمتري او الكلام ده، بس هي الفكره كلها احنا بنقول احنا عايزين البلد دي يعني تطير بقى، مش مجرد ان احنا نجري، لا احنا عايزين فعلا نطير. فكل كلامنا بينصب في الحته دي، ان ايه اللي ممكن يتعمل عشان نوصل لهذا الكلام. فاللي كل اللي اتقال سواء الاجراءات او الاراضي او المعلومه او التوجه الاستراتيجي او الكلام ده كله، الشباك الواحد اللي كان مفهومه ان كله قاعد في حته واحده بحيث الاجراءات تخلص في ساعتها. انا كنت عضو مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار ايام الدكتوره سحر وعملنا هذا الكلام، وكان ده امل ان يبقى فعلا في خلال ساعه ساعتين تخلص. بس برضه نظرا لعدم وجود كيان واحد يملك كافه الصلاحيات في ايده، هو اللي يقدر لما حضرتك تكون عايز حته ارض هتروح الحته الفلانيه، وانت قاعد هتنقي اللي انت عايزه، الارض اللي انت عايزها، الكهرباء اللي انت، الطاقه اللي حجمها او كميتها، الغاز اللي فخلاص كل الكلام ده. طبعا برضو وجود الرخصه الذهبيه ممكن يساعد في هذه الفتره على انجاز وسرعه انهاء الاجراءات، رخصه بتجب كل الرخص. واضح واضح. يعني يمكن دي كمان من النقاط اللي نادى بيها دكتور بهاء ديمتري. شكرا ليك المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، كل الشكر ليك.